بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة المحترمين، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة السادسة في السلسلة المصورة لمادة الداتا مايننج أو تنقيب البيانات، وهي ضمن مادة مواضيع خاصة في علم الحاسوب Special Topics in Computer Science، والتي سأتناول فيها إن شاء الله في هذا اليوم اللي هو الكوساين سيميلاريتي، كيف نقوم بحساب السيميلاريتي إذا الداتا عندي كانت عبارة عن documents. وأرجو من الجميع المتابعة والتركيز، وإن شاء الله في نهاية المحاضرة سأقوم بكتابة كود بلغة بايثون يغطي الموضوع في هذه المحاضرة، وأتمنى لكم كل التوفيق.